لا يعرف الإنسان ماذا يهيئ له القطر. عليك أيها الإنسان الآدمي أن تعيش وتتأقلم مع وضعك وتحاول تحسينه، لأن الإنسان خلق ليعيش حياة كريمة. خلقنا الله لنعيش في هذه الدنيا، المؤمن لنا كل الأشياء وعندنا كل المخلوقات، علينا أن نستمتع بجمالها. إن العمر قصير جدا، استمتع بحياتك، تمتع بما تملكه ولا تحسد غيرك، أعمل بجد ستصل، ستملك ما تريد، ستحصل على ما تحبه. ليس كل الناس يطمعون في المال الكثير ويخبئونه ولا يعرفون أن يتمتعوا به. بعض الناس يملكون القليل ولكن يعرفون كيف يتمتعوا بهذا المال الذي لديهم، ويتمتعون بجماليات الدنيا الذي وهبها الله لهم. كونوا صادقين، كونوا متفائلين في الحياة. التفاؤل جميل جدا. المال الكثير لا يعطي الجمال للإنسان، لا يعطي المحبة والحياة. بالمال نعم تستطيع شراء الأشياء التي تحبها، تستطيع أن تملك أشياء أنت تريدها، ولكن تستطيع أن تمتلك، ولكن لا عليك أن تمتلك كل الأشياء الموجودة في الحياة. كل إنسان يحب أن يمتلك أشياء يحبها هو، وليس عليه أن يمتلك كل شيء موجود في هذه الدنيا. والحياة قصيرة صدقني، استمتع مع أولادك وعائلتك، لأن الدنيا لا تساوي شيئا. استمتع وكن محبا لنفسك أولا، محبا للحياة، محبا اللي حواليك. لا تغضب حدا، لا تندم أو لا تفعل شيء تندم عليه في المستقبل. كن متسامحا، كن متعاونا مع الآخرين. إذا كنت تستطيع أن تساعد الآخر قدم يدك إليه. إذا كنت لا تستطيع بالكلمة الحلوة تستطيع أن تغنيه عن المال. ليس كل الناس بحاجة إلى مال. طبعا هناك العديد من الفقراء، ولكن بعض الناس بحاجة إلى كلمة طيبة، أسلوب جميل، كلمة حنية تساوي الملايين والملايين. وطبعا لمن لديه المال والفائض عنه يستطيع أن يقدمه إلى الفقراء المحتاجين الذي نراهم في كل أنحاء البلاد العالم. للأسف الشديد نستطيع تقديم العون لو بقليل القليل من مما لدينا. إذا لدينا القليل من لدينا فذلك سوف يساعد الكثير ويجلب لك العافية والصحة والحب والمحبة والدعاء من الآخرين. معكم نبيحة من سيدني.